هذا يقول والله الذي لا إله غيره أني أحبك في الله. جزاك الله خيرا وزادنا وإياك من المحبة في الله. ما هي نصيحتك لنا معشر الشباب؟ نصيحتي لكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى وأن تحافظوا على شبابكم وقوتكم بطاعة الله وأن تتركوا معصية الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شابا نشأ في طاعة الله. والله جل وعلا قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطر. هؤلاء شباب خالفوا قومهم لما كان قومهم على الشرك، خالفوهم ووحدوا الله عز وجل وأثنى الله عليهم وزادهم هدى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص الشباب بالنصائح، قد قال يا غلام إني أعلمك كلمات، قالها لابن عباس وكان غلاما صغيرا،